في كثير من الأحيان وللأسف معناها أنه أكثر الأطباء يعطيو دي زونتيبيوتيك ويعطيو ساعات دي كورتيكويد لكن هو فما وصفات أخرى معناها حتى باش تغلي شوية قرفة وعود وزعتر وكليل ساعات معناها يفرهدوك. احنا في الحقيقة نستعمل مستحضرات طبية معناها جاية من النباتات الطبية كما الزيوت الروحية مثلا. فهمت. ذي قنفس اللي يقولوا الفدح عفاكم الله معناها عنا نتائج معناها خارق العادة معناها. لكن يلزمها وقت معناها يلزم نستعملوها الوصفة يلزمها تستعمل مثلا عام في الدبريسيون في الاكتئاب عنا وصفة معناها ونجم معناها on peut prendre en charge des pathologies lourdes فما دي بلانت انتيسباسموديك نيروتروب معناها ينقصوا التشنج ومن الحوايج اللي عنا فيها نتائج خارقة العادة هو التشنج برشا ناس متشنجين والتشنج يعمل برشا امراض هذو ما يسمى الدخان سيتان انكسيوليتيك لكن فما بوكو دي بلانت انكسيوليتيك كثير من النباتات اللي تنقص الضغط وتهدي كيما شنو ما خلني اخواناتي كيما ذكرت البابونج كيما النعناع فهمت كيما اللافاند الخزامة هاي معناها فما كثير انا جبت الكركم سي تان انتي اوكسيدون بار اكسيلونس سي تان انتي كونسيرو الكركم سنتي انفلاماتوار ضد السرطان عفانا واستخرجوا معناها ممكن 100 نبته معناها 100 نبته اللي مستعمله في الطب التقليدي التونسي.